مشاهدينا، لعلنا نتابع عبر شاشتنا هذا الخبر العاجل الذي أفادت به مراسلتنا بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأعلنت فصائل فلسطينية بأنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90، وأشارت إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. إذن نذكر بهذا الخبر العاجل، وهو أن صفارات الإنذار تدوي عقب انفجار كبير في تل أبيب، حيث أعلنت فصائل فلسطينية مسؤوليتها بأنها عن هذا الانفجار، وقالت أنها رشقت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90، وأشارت إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار عام. من تل أبيب تنضم إلينا الزميلة دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا، مزيد من التفاصيل لو توافرت لديك، تفضلي. نعم، بالفعل كنا قد استمعنا إلى صفارات الأنذار التي كانت قد دوت في أكثر من منطقة فيما تسمى غوجدان، أي تل أبيب الكبرى، وكذلك مركز المدينة تل أبيب. ضواحيها نتحدث عن حولون وعن ريشون لسيون، وكان بالفعل كنا قد استمعنا إلى دوي انفجار كبير في سماء تل أبيب، ولربما هذا ما أعلنت عنه القناة 12 الإسرائيلية الآن في خبر عاجل. وهيئة البث الرسمية تقول بأنه تم رصد 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه تل أبيب، وهذا هو التخوف الذي كانت قد نشرته أمس وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبناء على معلومات استخباراتية، بأنه مع حلول عام على حرب الإبادة في قطاع غزة فأنه من المتوقع أن يكون هنالك رشقات صاروخية توجه نحو مركز المدينة، توجه نحو مستوطنات الغلاف. لذلك كان هنالك رفع حالة التأهب الإسرائيلي، ورغم هذا كانت قد وصلت هذه الرشقة الصاروخية التي تقول بيانات جيش الاحتلال بأنها تحتوي على 5 صواريخ. يقول هذا البيان أن القبة الحديدية كانت قد اعترضت بعضها في مكان آخر، تم اعتراضها أو حتى عدد الصواريخ التي سقطت، ولكنها اكتفت بالتعميم والحديث بأنه عدد من الصواريخ كانت قد سقطت. لاحظنا انبعاث الدخان من مناطق معينة، تحديدا في حولن، تحديدا في ريشون لسيون، وهي المناطق من الواضح التي كانت قد وقعت فيها هذه الصواريخ. اللافت بأن الحديث بأن من قصف تل أبيب القسام، وفي بيان كانت قد نشرته قالت بأنها تم استهداف تل أبيب بصلية صاروخية من نوع صواريخ M90، وهو من النوع المطور من هذا الصواريخ والذي كان بدايته M75. وهو في المناسبة هذه التسمية هو بسبب نسبة للقائد الحمساوي إبراهيم المقادمة، وكان في أشهر سابقة أيضا خلال هذه الحرب تم استهداف تل أبيب بذات هذه الصواريخ، أي أن هذه الصواريخ هي من الصواريخ المتوسطة المدى، حيث يصل مداه ما يقارب 75 كيلومتر، وبهذا تم استهداف تل أبيب في ذكرى مرور عام على هذه الحرب في الوقت الذي تقول فيه وتزعم فيه إسرائيل. شكرا لك دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من تل أبيب، شكرا على هذه التفاصيل.